سالت. اليوم غنحاولوا نفهموا اش كاين في دماغ مادموزيل غيانا. اوكي حنا واجدين، ولكن علاش انت معصبه غيانا؟ ولكن كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك في حياتك. اجي خصنا نهضروا، لا تهولت عليك والله. ياه هادشي مزيان، واش تي كنتي محتاجه تهضري؟ لا دابا ما بقيتش كنفهمك، علاش كتهضري بعدا؟ باينة انت مريضة بجاهدة لالا، والاخر هو اللي كيتصرف. مي اش باغي نديرو؟ انت ماشي كلبة ديالو. ونوض تهز سيدي. ويلا كانت ريانا كدير الخايب في الناس راه غير حيت كتبغيهم. كيبان لي عزيز عليه الصحفيين. اوه وليتو كليك وريانا هي الشيف. واش معايا كتهضري بحال هكا؟ ما كنتش عارف انني كنأثر فيك. ايوا هنا خصنا نحبسو مزيان، هما ديما فاهمين. بلاتي فهمت كلشي، ريانا بغات تفهمنا بلا كتهضر على الجنس. ايوا شفتها كتهضر غير على الصحفيين اللي كيهضروا خايب فيها، كان خاص غير يتقال عادي. سؤال اشنو كتعني؟ لا ماشي سا ماجيستي، سير تمزك شي حاجه مزيانه، هادشي غتخربيق وما تنساش فهم الصاط.